مساء الخير، لأ مساء الورود. مساء الورود عليكم مشاهدي برنامج مصر في القلب. مساء الخير على مشاهدي قناة المحور، أول قناة فضائية مصرية. النهاردة حلقة خاصة جدا. طبعا كلكم عارفين ابتدينا 2020، كل سنة وكل الشعب المصري والقيادة السياسية والأمة العربية والإسلامية كل سنة وانتم طيبين. احنا بنفرح معاكم، وعشان كده حلقتنا النهاردة ممتدة. ضيوفنا كتار، مش هنحرق فقراتنا، معانا أربع فقرات إن شاء الله يكونوا الأربعة أحلى من بعض. أرحب بيك يا دكتور سمير. أهلا أهلا بيك. كل سنة حضرتك طيب. وأنت طيب. النهاردة أول يوم في 2020، فاحنا حابين طيب. نقول للشعب المصري والشعب العربي كل سنة وهم طيبين. قول لي بقى، من قناة المحور طبعا احنا بنقول كل سنة وهم طيبين جميع الأمة العربية، لأن أمتنا كلنا واحدة، يعني الشعب المصري والشعب المصري طبعا بالأخص. يا رب تبقى سنة سعيدة. السنة اللي فاتت الحمد لله عدت بخير، ما كانش فيها أي شوائب، والسنة جاية أجمل وأجمل بإذن الله أجمل مع أجمل قيادة لنا في مصر. يا رب يا رب يوفقها، كون النجاح حلفة، كون سنة سعيدة علينا كلنا وعلى إخواتنا الأقباط. احنا بنشارككم احتفالاتكم، كل سنة وانتم طيبين وعيد ميلاد مجيد عليكم، ودايما تحيا مصر. تبدأ بيها دكتور سمير، حابب تبدأ بيها، عرفنا طيب الضيوف. معنا أميرة الشاذلي. أميرة الشاذلي، يا أهلا يا أميرة. وأسماء عبد المطلب. يا أهلا يا أهلا أسماء عبد المطلب، نورتوا المحور. طبعا أسامة سمير على آلة الرياء. الله، سهرتنا إن شاء الله تكون حلوة بيكم. ميرسي. تسمعني يا دكتور، نبدأ مثلا نقول مثلا زي العسل، نشوف كده بصوت أميرة ولا أسماء؟ لا بصوت أميرة. الله. إن شاء الله نبدأ. وشفت كتير وما شفتش زي حبيبي أبي، قابلت كتير فرشوني عشان الأرض حرير، وشفت كتير وما شفتش زي حبيبي أبي، مانيش رايدة مانيش رايدة مانيش رايدة إلا هو، مانيش رايدة مفيش فايدة إلا هو، مفيش فايدة في البعد عشقة، في القرب عشقة، في البعد عشقة، في القرب عشقة، زي العسل على قلبي هوى، زي العسل على قلبي هوى، زي
أنت أميرة موهبة جديدة طبعا. دكتور سمير القمري مدرس القانون أستاذ القانون بالتربية طنطا تربية نوعية طنطا ونعم الاختيارات. حضرتك ليه بقى بيقولوا أنت صانع المواهب أو مكتشف المواهب؟ هو إن عندنا جامعة طنطا تهتم بالمواهب بشكل عام، يعني فريق الكورال بتاع الجامعة أنا ماسك بدرب فريق كورال جامعة طنطا، فبيجي لي طلبه بقى من جميع كليات الجامعه اللي عنده موهبه وكده، فبنبتدي نسقلها ونعمل لها تمارين ونظبط لحد ما تطلع تبقى في المستوى. بتقدر يا دكتور يعني لو قدامك 10 مواهب تقدر تحدد رقم واحد فيهم من اول مره؟ طبعا بعد سماعهم. اه لازم اسمع كل مواهب، هي سمع مره يعني وليكن مثلا كورال الجامعه شغال و10 فقرات، تقدر حضرتك بعد انتهاء ال10 فقرات تختار مثلا تقول اسماء اميره كده بالظبط؟ طبعا هنا من خبرتي مع السمع والمطربين او يعني الغنى بشكل عام بيبان اللي عنده موهبه، بتبان قوته قد ايه، عربه قد ايه، ثقافته في الفنيه قد ايه، لان الثقافه بتفرق وكتر السمع بيفرق ومخارج الصوت نفسه، خارج الالفاظ مخارج الصوت ازاي بيكون عنده. انا سمعت اميره قبل الهوا ما شاء الله، يعني مخارج قويه. ناويين بقى تورونا او تسمعونا ايه تاني؟ الاصوات القويه جدا اميره طبعا، و يعني لها يعني لها مستقبل ان شاء الله، مستقبل باهر. ومدام بقى تعليم حضرتك اكيد يعني ربنا يخليك، واحنا ما بنختارش اي ضيف يا دكتور. لا ميرسي يا فندم، يا رب يخليك. هي باذن الله المتوقع لها ان شاء الله قريب تبقى يعني لها شأن كبير في الفن ان شاء الله، كنت ترند قريب باذن الله. باذن الله. احسنت يا اميره. نبدا بقى ولا اسماء ولا حضرتك؟ نشوف اسماء الاول. طيب. كده نقول حاجه وبعدين طيب نشوف اسماء. تبداي بيها ست الكل. ممكن نقول وحشتني. وحشتني؟ سعاد محمد. تمام، انا بحب سعاد محمد. تمام، وحشتني. اتفضل. Thank you.
وحشتني عدد نجوم السماء وحشتني عدد كلام الهوى وحشتني في كل يوم إنما إنما وحشتني أكتر وأكتر وإحنا سوا الحلم حقيقة تعالى تعالى وتعالى نعوض كل دقيقة تعالى تعالى وتعالى نخلي الحلم حقيقة تعالى تعالى وتعالى نعوض كل دقيقة تعالى تعالى من خوف لبكرة يفرقنا واحنا يا روح قلبي ما صدقنا من خوفي لبكره يفرقنا واحنا يا روح قلبي ما صدقنا اشتقت لي ورجعت لي وقلت لي وحشتني الحلم حقيقة تعالى تعالى وتعالى نعوض كل دقيقة تعالى تعالى وتعالى نخلي الحلم حقيقة تعالى تعالى وتعالى نعوض كل دقيقة تعالى تعالى من خوفي لبكرة يفرقنا واحنا يا روح قلبي ما صدقنا من خوفي لبكره يفرقنا واحنا يا روح قلبي ما صدقنا اشتقت لي ورجعت لي وقلت لي وحشتني الله 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 يا دكتور مساء الورد سنة سعيدة عليك كل سنة وحضرتك طيب وعلى أميرة الشاذلي الله واسمع عبد المطلب اه وسامع سمير القمري ده احنا ما نقدرش ايه يا جماعة لا بجد لا انتوا شبقتونا بقى كده مخرج خلينا بقى بقيت الفقرات عندك انا مكمل نسمع يا دكتور اختار لي حاجة على ذوقك بقى انا مش هختار تقول ايه نقول ودارت الايام
دارت الايام. الله الله. سقف بقى. الله يا اميره تسلمي دكتور. لا بقى ده كده، ده انا عايز اسمع الاثنين مع بعض اكيد. في دويتو النساء هنقول دويتو. انا عايز ميكس بقى، انا عايز دويتو بقى يجمع بين اميره شاذلي واسماء عبد المطلب. طيب نسمع الاول طيب حاجه فرد ترشحين الاول. ترشحيني ايه؟ ممكن نقول امل حياتي. الله امل حياتي. اوكي ماشي، انتوا جايين على اللي بحبه بقى. تمام. خلي حبك خلى كل الدنيا حب، خلي قربك صحة عمر وصحة قلب. ولا حتى ثانية
خلي كل السنه هابي نيو يير بقى خلاها كلها بقى حفلات و كل سنه وانت طيب وكل عام وحضرتك طيب يا دكتور سمير بخير يا رب ان شاء الله وموهبه يعني اقول لك ايه انا بهنيك على اكتشافاتك
ميرسي طبعا. من اميره لاسماء. والراجل اللي مش عايز اقول لك ده، انا عمال اتفرج على الدف كده. ايه يا اسامه؟ ايه يا اسس؟ يا مخرج انا عايز اكمل معاهم يا مخرج. انا مش عايز احرق مين اللي بره. طيب خليها مفاجآت. نختم بيها يا دكتور. نقول بقى عشان نص السنه دويتو كده صغير هم يقولوا مع بعض. الله انتوا عاملين الحاجه عشان 2020؟ الله يا اميره انت واسماء. طيب نسمع. نسمع. مشيت سنة وجت سنة ومهما عدت بينا سنين، انتي وانا مع بعضنا صادق قوي ومطمنين. مشيت سنة وجت سنة ومهما عدت بينا سنين، انتي وانا مع بعضنا صادق قوي ومطمنين. وكل الناس عايشة وراضية محلها، جميلة الدنيا مالها، ناسها طيبين، والحب اللي جمعنا ادال حياتنا معنا، بكرة اللي جاي بتاعنا هنعيشه قريبين. وكل الناس ده حلها عايشة وراضية محلها، جميلة الدنيا مالها، ناسها طيبين، والحب اللي جمعنا ادال حياتنا معنا، بكرة اللي جاي بتاعنا نعيشه قريبين. مشيت سنة وجت سنة ومهما عدت بينا سنين، انتي وانا مع بعضنا صادق قوي ومطمنين. مشيت سنة وجت سنة مهما عدت بينا سنين، انتي وانا مع بعضنا صادق قوي ومطمنين. وكل الناس ده حلها عايشة وراضية محلها، جميلة الدنيا بالها، ناسها طيبين، والحب اللي جمعنا ادال حياتنا معنا، بكرة اللي جاي بتاعنا عايشه قريبين. وكل الناس ده حلها عايشة وراضية محلها، جميلة الدنيا مالها، ناسها طيبين، والحب اللي جمعنا ادال حياتنا معنا، بكرة اللي جاي بتاعنا هنعيشه قريبين. الله. رجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامج مصر في القلب، ولون جديد. احنا سمعنا طرب الاصيل، بدانا بيه عشان نحترم كل الاذواق. معانا النهارده نجوم تيم مصر، لون جديد بيسمعهم الملايين. محمد الجنتل، نورت قناه المحور واستوديو مصر في القلب. محمد الفنان، نورتوا الدنيا. اسلام الابيض، ربنا يخليك. ونجوم تيم مصر، ربنا يخليك. ويكفي ولاد رزق. نبدا بايه؟ انا جدع. انا جدع. وانتوا جدعان اصلا يعني، عشان كده انتوا لازم. انا بحب الجدعانه جدا. ربنا يخليك. وعلى فكره مصر يعني انا ليه اصدقاء عرب. يا دكتور انت من بلد الجدعان. مفيش جدعانه في اي دوله. الحمد لله. الا في مصر. الحمد لله. ودي حاجه تشرفنا كلنا. شرفنا. نبدا بانا جدع. نبدا بانا جدع. أنا جدع وش الخير عليكم. أكيد طبعا، ما عشان كده بدأنا بيها. أنا جدع. نبتدي. أنا جدع وأنتوا جدعان بأمانة. شكرا لدكتور. وشرفتونا النهارده. نورك يا دكتور. إيه الكلام الحلو ده؟ نورك. على فكرة مهرجان بناء. الحمد لله. ولا من غير إسفاف. أنا جدع. أهم حاجة. بص إحنا بنحيي المهرجان اللي يسلم كل النهارده. مفيش فرح النهارده بدون مهرجان. خلينا بسرعة. فعلا فعلا. بس مدام الالفاظ تمام، مفيش اسفاف، لا ده احنا نرفع القبعه بدون. انا جدع. اهم حاجه في شغلنا. في اطفال بتردد ورانا الكلام حقيقي كتير، ملايين. عشان انتوا قدوه ملايين. الحمد لله. طالعه ما تقولش كلام. وفي اخواتنا بنات برضو مفيش. وفي نفس الوقت المهرجان يخش البيوت بنظافه. محمد الفنان واسلام الابيض، دير اعماله محمد جنتل. انا مبسوط بانا جدع. شرف لي. وعايزين بقى ايه؟ قولوا لي ولاد رزق بالنسبه لكم كانت نقله. طبعا نقله كبيره وشرف لينا. اشتغلنا مع اساتذه كتير. الشرف ان احنا اتعاملنا مع كل نجوم الفيلم.
طبعا لينا الشرف استاذ طارق العريان يعني واستاذ موسى عيسى كل نجوم الفيلم اللي هو بما فيهم استاذ احمد عز ونجوم كتير يعني والفيلم اصلا تحفه الله اكبر الحمد لله واغنيتكم السبقانه كسبانه السبقانه كسبانه الله طيب احنا مش هنسمعها دلوقتي نتكلم الاول الكلمات دي مين اللي يعني محمد انا بكتب الكلام محمد الفنان كلمات محمد يعني انتوا بتكتبوا وبتغني بيكتب وبيغني وانا بوزع وبغني لا تاني بقى يعني محمد الفنان بيكتب وبيكتب بقى كل اغانينا بكتب وبلحن بتكتب وتلحن وانا بوزع وبلحن وبغني واسلام الابيض بيوزع ويغني بيعمل مزيكا ويغني لا انتوا تيم متكامل عشان كده تيم نجوم مصر تيم نجوم مصر يبقى انا كده عشان حضرتك لينا عديد تيم نجوم مصر لينا عديد عاملين من شغل لا لناس نسمعها بقى اكيد نسمعها بقى مبدئيا اغنيه مافيا يعني الحمد لله احنا اللي كاتبينها الاستاذ احمد اشتراك برضه معانا المدفعجيه يعني ناس برضه كانوا كاتبين بس يعني مافيا يعني انتوا اللي كاتبين مافيا يا محمد رمضان احنا اللي كاتبينها لهم لحنها لهم واولاد رزق برضه وانا جدع كلماتنا وتوزيعنا طيب نسمع سبقانه كسبانه ولا انت عندكم حاجه اللي انت عاوزه احنا بص حضرتك السبقانه كسبانه ماشي اللي انت عايزه نبدا مسمى لو لنا حق نجيبه بايدينا من صغرنا واحنا بنتشاقى وما بنخافش غير من اللي خلقنا معروف علينا ان احنا كفاءة ما تغيرناش وعلى مبدأنا هبة لنا شنة ورنة والناس تعمل خاطر عشاننا وسيرتنا مسابقة رجلينا ومحدش يابا كده يشغلنا لنا قلب قلب ما بيخافش تجعلنا لا 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 ما تقدرش جنبين مع بعض واحدة وعشان تغلبنا ما تعرفش ايه الشبانة كسبانة عزوتنا كاملة عننا مليانة ماشيين بدماغنا وعلى هوانا سكتنا سالكة طريق مفتوح قوتنا في لمتنا في اي مكان الناس حبتنا على وضع البلد اللي جابتنا مع بعض في اي سكة نروح احنا نسد قصاد اي حد احنا جبل عمره ما يتهد ما بيطلعش مننا العيبة وحياتنا مش واقفة على حد احنا تمام احنا ولاد حلال دم نحمي ونهد جبال ما بنخافش وما بنجليش وكلامنا كله يا ناس افعال وقلنا هنمشي جنب الحيط ونبقى في حالنا نمشي مين لقينا الناس علينا بتزيد وجم علينا البنا ادمين دنيا عايزه اللي خيم في خلاف دنيا مش عايزه لا الضعيف دنيا عايزه اللي مش بيخاف ويلعبها ويكون حريف لنا هبة لنا شنة ورنة والناس تعمل خاطر عشاننا وسيرتنا مسابقة رجلينا ومحدش يابا كده يشغلنا لنا قلب قلب ما بيخافش تجعلنا لا 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 ما تقدرش جنبين مع بعض واحدة وعشان تغلبنا ما تعرفش ايوة الجديد شديدة ايوة احنا نسلك في الحديدة احنا اصل والباقي تقليد ومحدش لا يملى عنينا بيقول علينا كلام ان احنا افضل بأفلام ايوة احنا رجالة وتمام والناس كده يتشرفوا بينا في اي مكان احنا معروفين معروف علينا ان احنا صوت ساعة المشاكل احنا جاهزين عاملين لاي حد حدود طب بص اسمع صوت العياط شد اجزاء عمار قصيفة اللي عادينا ياخد بالنار وفي المشاكل احنا الحريفة وسيطرنا وبقينا كبار والشغل تقل وعلى كبير مع بعض ايد واحدة وكتار وتحت ايدينا فلوس كتير ولا برزق احنا بينا الختاني هنعمل دربكة وزلزال قصاد الارض عدنا الختاني مع بعض احنا نهد جبال لنا هبة لنا شنة ورنة والناس تعمل خاطر عشاننا وسيرتنا مسابقة رجلينا ومحدش يابا كده يشغلنا لنا قلب قلب ما بيخافش تجعلنا لا 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 ما تقدرش جنبين مع بعض وفي واحدة وعشان تغلبنا ما تعرفش بجد برافو يا جماعه بجد برافو يا اسلام يا دكتور مزيان اسلام الابيض محمد الفنان محمد الجنتل نورته نورك برنامجنا وانا بحب ولاد رزق اصلا الجزء الاول والجزء الثاني فيلم كان جدع بصراحه فيلم عم رزق كان محترم الله عليك الله عليك يا فنان انت طلعت كاتب بقى ودنيا كبيره اهو الحمد لله على قدنا يعني كلمات محمد الفنان كلمات محمد وتوزيع وتوزيع توزيعنا توزيع اسلام مزيكا وكله احنا سمينا فريق متكامل فريق سمينا تيم نجوم مصر عشان يعني مش شرط المطرب يعني عاوز يغني يجي يسجل عندنا محمد بيكتب وانا بوزع
يعني احنا شركه انتاج موسيقى اصلا. انا عرفت يا محمد يا فنان ان انتوا عملتوا اغنيه حلوه قوي للصاحب اللي بيضر. اه على فكره ده كلام يا جماعه بناء. الحمد لله على فكره الكلام ده حلو. اه طبعا يعني انا النهارده بحب المهرجانات يعني مش كلها وحش فعلا. اتهاجمت فعلا فتره بس لا الكلام ده بناء هو لون ثبت لنا. بس هي في ناس بتاخد ذنب ناس يعني الحمد لله برضو الواحد لما بيطلع حاجه نظيفه في وسط حاجات وحشه عشان الشباب والشباب والشباب على فكره انا ببقى ماشي راكب عربيتي والاقي الولاد الصغيرين بيدندنوا صح انا جدع انا جدع وكلام حاجه الاغنيه تبقى طالعه باحترام ورساله يعني في ناس كتير بتقدم محتوى نظيف ومحترم. كتبته ايه اسلام للصاحب اللي دور يا محمد يا فنان؟ يعني كتبنا غيره ولا نفسي ولا الكلام بتاعه؟ اه الصاحب اللي دور يعني الصاحب اللي دور يعني الرساله بتاعتي للخلف دور للخلف دور يعني انا ابدا اي صاحب يضرني طبعا اي صاحب يعلمني مثلا حاجه مش كويسه الصاحب اللي يضر هو بيقول اي حد وحش قابل عنه للخلف دور هي دي الرساله ما لقيتش حد في ظهري وكتير انا دقت المر ومش مشغولين بالناس والناس مشغوله بينا لا شوقتوني نسمعها في وشنا بيضحكوا وفي ظهرنا بيرغوا علينا لا شغاله يا ريس نسمعها بقى يلا نسمعها خش يا فنان محمد الفنان واسلام الابيض معاكم بقيه الحلقه ربنا يخليك بس انتوا عارفين من بره من بدري اخواتي طبعا انا سعيد جدا ربنا يخليك يا رب بوجود محمد الجنتل معايا مدير اعمال الفنان شعب المحترم محمد الفنان الحمد لله واسلام الابيض المحتوى النظيف انتوا نورتونا النهارده كلمات جميله جدا انا يمكن كنت في فتره ضد المهرجانات انما المهرجان بعد ما سمعتنا البناء انا ايوه انتوا غيرتوا فكرتي عن المهرجانات ان شاء الله واللي جاي اكتر نجاح يعني 2020 خير باذن الله نفسي يا جماعه كل مغني المهرجانات يعرفوا زي ما قال محمد الفنان واسلام الابيض قالوا ان في ولاد صغيرين بيسمعونا طبعا. لما يسمع الصاحب اللي يضر يبقى هيبعد عن الصاحب اللي يضر فعلا صح انا جدع احنا بلد الجدعان طبعا فالكلام جميل يا جماعه انا بشكركم واتمنى فقرتي معاكم ما تخلص بس ان شاء الله 2020 سنه سعيده عليكم وعلينا الشعب المصري يا رب القياده السياسيه وكون سنه سعيده علينا كلها يا رب يتحقق فيها كل احلامنا اللهم ولينا لقاء تاني يا استاذ ماشي يا فنان بشكركم ونورتوا قناه المحور ونورتوا برنامج مصر في القلب وخليكم معانا احنا مكملين مع بعض بعد الحلقه نسيبكم نرجع تاني بعد الفاصل مفاجاه جديده انتظرونا ارفع مفيش فرح مفيش مهرجان ومفيش اغاني شعبيه بنت الجيران شغلالن عنيا وانا في المكان في خلق حواليا تاكوش الفن تعمل له كده بسرعه بابا طب احنا الحمد لله الله اكبر شفته بيخلص وش يا عبد السلام ده انت لف في السنين ده انت اجدع فيتامين كوكو خدني الحنين بحبها ارفع يمكن نرقص هي شغلتنا كده يمكن نرقص اسمها الباقي مصر في القلب بتجمع الحبايب كده كوكو 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 ارفع ارفع انتوا الاثنين مع بعض؟ لا 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 انا هو بنكمل بعض ولو مع السلام ارفع يلا السلام ده مفيش حد يرفض ان يغني معاه هو ده الخلاصة ولع الدنيا فين الباور ارفع ارفع